Bonjour, ça va? عندنا فيلوتي فخوا دو بيتراف و زيبيس و في لو بلا برينسيبال عندنا كايروتي فارسي و كسكس و زاموند دو جاردان و كريم و ميل و الافونت و سافران بور. الله عليك. انا غادي نعاودو للناس كيفاش حتى تعلمتي هادشي كامل، لان هادشي يعني شي ماكله اللي هي راقيه، ماكله اكيد اللي كتقدم في المطاعم، وبحكم انكم نتوما كيجيو عندكم بزاف ديال الزبائن اللي هما يا اجانب، فتعاودي لنا القصه كيفاش حتى تعلمتي هادشي كامل واخا في الزيا. نمشيو للكوزينه، يلا نعطيكم الكوزينه. المقادير كلها واجده، خاصنا غير نصيبوها نوجدوها ونشوفوا كيفاش كتحضر التقنيه ديالها. ما كاين مشكل، غادي نوجدوها دابا. لا الجو سخون بزاف، سخون الحال غير كاين، انا غادي نكونوا كان شويه حل بارد، كان شويه الحال بارد. اكسكوزي نو انيس باسكو بارلو ماروكان، سي با غراف، اسكو كومبريني ان تي بو؟ شويه مزيان. اي فو بارلي ان كيل لانغ؟ ان فرونسي؟ وي ان فرونسي. Moi, j'essaie d'apprendre quelques mots d'arabe, oui. Même berbère, ici, sur la région. Et Fouzia, elle me demande plein d'explications sur le français. C'est un échange, voilà. Eh ben, c'est magnifique, c'est ça le principe de la cuisine, que de l'échange et du partage. Exactement. Et non, on va partager avec les téléspectateurs vos recettes, à vous deux, les recettes de Fouzia et de voilà. Agnès. Exactement. غادي نعاود نتلاقاو معكم بعد الحدث باش غادي نشوفوا معكم. اول اقتراح هو عباره عن صريرات ديال الجبن، جبن الماعز بالتمر، غادي توجدهم لينا فوزيا، خليكم معنا. غادي نشوفوا الشوربه او الفلوتي ديال الباربي تراف اللي حنا شفنا في الدخله ديال الدار. كل نهار تعلقوا لو منيو في الدخله، حيت ما يمكنناش نعطيو للكليان ديالنا نفس الشيء كل نهار، خصوصا انهم كيمكنوا يجلسوا معنا سيمانه 15 يوم. كنحاولوا ننوعوا لهم كل نهار اكله الاكلات هكا. غادي نشوفوا المقادير اللي كديري باش كتوجدي هذا الفلوتي ديال الباربا. شنو تدير؟ 350 غرام ديال الباربا، اييه، وبصيله، اييه، بصيله مشلضه، وتفاحه. نعم، التفاحه قلتي لي خاصها تكون حامضه، ماشي تفاحه حلوه. بصح تكون هي اللي كتخرج داك لوغو ديال الباربا، باش ما يجيوش بجوج بهم حلوين. حلاوه كثيره ماشي طبيعه الحال، ماشي هكاك في الوصفه. واخا، وشنو اخر كاين؟ وكاين لاله عليك الكريم فريش ليكيد، هنايا كاينه 150 مليلتر. هي دونك كنستعملوها حتى الاخر، ملي كنبغيو نطحنوا الباربا، حتى كطيب الباربا كنطحنوها معاهم مع التفاح والبزار، الملحه، الثومه، كاتر ايبيس، التوابل الاربعه كيكون فيهم كلو دو جيرونفل، القرنفل، القرنفل، اييه، والسكينجبير، اييه، والقرفه، اييه، والكوزه، اييه. هادو كلهم يمشيو مع الحاجات اللي حلوين. نبداو ان شاء الله. وعاد عندنا شويه زيت، زيت عاديه، ماشي زيت العود، زيت عاديه. وعندنا المرقه ديال الدجاج، اييه. راني نشد لك هذا الشيء، وغادي نبقى نسول فيك بزاف ديال الاسئله، ولكن انت خدامه وجاوبي لي، تقدري ديري ديت المخزن. اييه، مولف كيكون معك شي واحد في الكوزينه ولا انت بوحدك؟ بطبيعه الحال قالت لي انيس انت راه ما كتبغيش اللي يقرب لك الماكله، خاصك دير كلشي لراسك. حيت بعض المرات كنجي ما كنلقاش الحاجه في بلاصتها، كنبدا نقلب، كنبغي كل حاجه في بلاصتها. قريتي الكوزينه ولا غير انت؟ لا، غير هوايه. هوايه فقط. وهذا الشيء لان بحال هذه المسائل اللي كتكون هكا مضبوطه بالحساب وبالعبار، وكذلك اللي كتكون كتقدم في المطاعم كتكون خاصه شويه القرايه. كيفاش انت حتى الاول كانت تنديرها مره جوج ثلاثه صافي تنعقل عليها، تنولي كاع انا كنموضي فيه كنغير. الا شفت هذه كثرت منها ما تجيش زوينه، تنولي نخدم داك الشيء راسي، ما كاينلاش نشوف الكتاب. بعض المرات ملي تشوف الكتاب تيتلف هذاك الشيء، تيتلف وتياخذ الوقت بزاف. بصح هي الخدمه ديال كل نهار المداومه هي اللي كتخلينا نتحكموا اكثر في الاشياء. صافي تيولي يجي داك الشيء عادي، بحال نعم كيولي عادي بالنسبه لك. كتحفظي كل شيء، المقادير تيكونوا في راسك، يمكن اللي كاع تغيري تنقصي تزيدي ما كاين مشكل. حسب اللي كاين. انت هنا كتخدمي بزاف الحوايج عندكم في الجرده. اي عندنا. شنو عندك هنايا؟ عندنا كاينه لاله خيزو.
هنايا يعني في الجرده مغروس كنغرسو من الجرده. نعم درت كاتري بيس دابا درتي تا هو بين اربعه كنذكروا فيهم الكوزه والقرنفل والقرفه وسكنجبير. وغادي ندير الثومه جوج ريوس ديال الثومه بالنسبه ل 350 غرام ديال الباربه. اييه ولا لا شويه البزار على حسب الذوق اللي يبغي يدير كثر كي اللي بغى ينقص. دائما هي الحراره مع شويه الحلاوه تجي مزيانه. اييه انا كيعجبوني لي فيلوتي ديال الباربه هذا مختلف ما كنتش نعرفو هكذا بالتفاح. نعرف انا الفيلوتي اللي دار مثلا مع الجبن ديال الماعز اللي غادي نشوفه من بعد في الصريرات. اييه هذا غادي يجي مختلف يجي المذاق ديالو. بالمناسبه هذه الوصفات راه غير ديالنا بوحدنا ما تلقايهمش شي بلاصه اخرى الا نقلوهم منا. هكا مزيان حنا جينا بهذا السبب باش نوريهم الناس كلهم كلهم يديروهم. حنا ما بغيناش نديرو اللي دايرين الناس. بغينا نديرو شي حاجه اللي تكون متميزه. اكيد انت من ويرقان؟ لا انا الاصل ديالي من كازابلانكا. هكذاك تزوجت في مراكش من بعد جينا خدمنا مع مدام انياس ومسيو بول. جينا خصوصا خدمنا هنا. انت وزوج ديالك وليداتك ساكنين هنا في ورقان وعايشين هنايا في ورقان. ايوا صافي راك وليتي ورقانيه. ورقانيه الناس هنا الله يعمرها دارك. اهلا الناس طيبين بزاف. خلي دارك محلوله وخرجي ما كاين اللي قرب ليها. زعما بالمعقول. اهلا الدنيا زوينه هنا الناس طيبين. خليها تتشحر شويه مزيان وغادي نزيد 500 مليلتر ديال نص اترو ديال ديال وفيه الفولاي كوبيون دو فولاي. هكذاك هنايا المرق ديال الدجاج عندنا منه نص اترو. صافي دابا غادي نسلو كلشي في خطره باش ندوزو نشوفو لي زومونيير وغادي ندير الباربه. اييه والتفاح. شفتك قبيله في الكوزينه عندك انواع كثيره ديال الكونفيتور او ديال المربى. ايوا حتى من ديال الهنديه كديروها. هاد الفيك دو باغ باغي لوكو ديالو خاص الا دقتيه ما غاديش تعرفي شنو هو. كيجي زوين. كيجي زوين بزاف والناس ملي كن الكليان ديالنا ملي كنقول لهم فيك دو باغ باغي اصلا ما كيعرفوش شنو هو حتى كنوري لهم ومني كيعرفوا كتجيو مغيبه بزاف. كثير سيرتو عندنا في الجرده هنا كنحاولوا اننا نستعملوه باش الناس دائما ياكلوا داكشي اللي عندنا داخل في لا ميزون ماشي يعني ما كنحاولوش نشريو الكونفيتير جاهز كنصوبوه كنديروا ديال الليمون ديال المشماش ديال العنب مع التفاح. العنب مع التفاح ديال السفرجل حتى هو السفرجل معروفه بين المنطقه بزاف. كاين هنايا السفرجل هنا معروف كان الناس كيديروه في الطواجن كيديروه في ديك الحلوه ديال لاباط اللي عرفتيها كيطيبوها لاباط دو لاباط دو فيك لاباط دو كوان. هذيك واخا غادي نخليو هذا الشيء يطيب يطيب تقريبا 35 دقيقه حتى كتكون الباربه طابت. من بعد نطفيو عليه وغادي نديرو عليه 150 مليلتر ديال كريم فريش ليكيد وكنطحنوهم مزيان كنميكسيوهم مزيان كنديروهم في الثلاجه يبردوا ربع السوايع خمسه السوايع ومن بعد كنحطوهم في الشلبل. اييه وكنزينو بهاد الوريده هادي كتجي غزاله بحال هكا غير من الفوق كنحطها بحال هكا من الفوق. تبارك الله عليك هذه سهله بسيطه بزاف سهله وكتجي لذيذه غير الريحه اللي جايه ديالتها سيرتو لي كاتخي بيس هما اللي كيميزوا هاد الشوربه هادي. التوابل الاربعه جربوها اكيد غادي تعجبكم. غادي نشوفوا دابا واحد الصريرات اللي تكلمنا عليهم قبيله دائما منتوجات اللي هي محليه. كاين فيها الفرماج تاع العزبري والتمر ديال البلاد والعسل تا هو ديال هنا.